بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا عليم. اللهم وفقنا للعمل بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى كل خير. اللهم بارك في علمائنا ومشايخنا وكل من علمنا خيرا. اللهم اجزهم أفضل ما تجزي بعبادك الصالحين، واحشرنا وإياهم في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم انصر إخوانا المجاهدين في فلسطين، اللهم أيدهم بنصرك المبين على أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين، وارزقهم نصر المؤزر يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نقرأ الفاتحة ونهديها إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية الاقتداء به ظاهرا وباطنا، بنية الاستقامة وحسن الخاتمة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى والد المصنف سيدي محمد نجيب سراج الدين رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين. آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى مؤلف هذا الكتاب سيدي عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة للحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات بنية دفع كل شر وجلب كل خير وقضاء الحوائج والاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما ليوم الدين. نواصل في كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمؤلفه الشيخ المحدث سيد عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به وشيوخنا وبكم في الدارين. آمين. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى إكرامه صلى الله عليه وسلم كرام القوم. ما زلنا في باب ما يتعلق بحسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره، مع المسلمين وحتى مع غير المسلمين. وصلنا إلى إكرامه صلى الله عليه وسلم كرام القوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم كريم القوم ويقول إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. روى الطبراني عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أتيته فقال ما جاء بك؟ قلت جئت لأسلم. فألقى إلي كساءه وقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وفي رواية البزار أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبسط إلي رداءه وقال اجلس على هذا، فقلت أكرمك الله كما أكرمتني. وذكر الحديث. وروى الحاكم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعض بيوته فدخل عليه أصحابه حتى غص المجلس بأهله وامتلأ، فجاء جرير البجلي فلم يجد مكانا فقعد على الباب، على بحث الباب، فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه وألقاه إليه، فأخذه جرير فألقاه على وجهه وجعل يقبله ويبكي، ورمى به إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال ما كنت لأجلس على ثوبك، أكرمك الله كما أكرمتني. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا وقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. ولذلك من الآداب في المجالس أنه إذا كان كنا جالسين وجاء إنسان من أهل العلم ولا من أهل الصلاح فنترك له المكان قرب الشيخ في الأمام، ما ننتظرش حتى الشيخ يقول نعطيه مكان. من الأدب أنه إذا دخل إنسان معناه ذو مكانة وذو رفعة فنقدمه في المجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبجل أهل الكرم وأهل
الرفعة ولا عندهم شرف في قومهم أصحاب مناصب ولو لم يكونوا معناها من كبار الطقاة ولا الطائعين، مش مربوط معناها بمدى طاعته أو كذا. إذا كان هو مثلا ولو حتى إنسان مسؤول، مثلا إنسان مسؤول حتى مسؤول سياسي عنده مكان وكل، ولو هو ما هوش كل معناها من الناس الملتزمين بدينهم، فقال هذا نبجله، لأنه قد يكون ذلك التبجيل وذلك الإكرام يكون سبب في ليونته، وأنه معناه يستفيق من غفلته، وليس بالمصطلح الدنيا ولا عنا معناها نخدمه باش يخدمني، مسؤول نضيف ونكرمه ونعطيه حتى هدية وكل باش نهار أخر يقضي لي شوري، لا، هذا الفكر فاسد، هذا انتشر في المجتمع. نكرمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإكرامه طاعة لله ولرسوله فقط لا غير. قال: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ألقى إليه وسادة، فقال عدي: أشهد أنك لا تبغي علوا في الأرض ولا فسادا. وأسلم عدي بن حاتم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. هذا عدي بن حاتم هو حاتم الطائي، مشهور بالكرم ومعروف، ومات في الجاهلية يعني لم يلحق الإسلام. هذا ابن عدي، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه ابن حاتم الطائي، وحاتم الطائي معروف بالكرم رغم أنه ليس مسلم، يعني مات في الجاهلية. فلما جاء ابنه هذا فمباشرة أعطاه وسادة، معناها كرمه وأعطاه مكان يجلس فيه، ومعناها وفروا أسباب معناها الراحة. فسيدنا عدي قالوا: أشهد أنك لا تبغي علوا في الأرض ولا فسادا. قال يعمل هكا مش طالب ملك ولا طالب منصب ولا طالب أي شيء. فأسلم سيدنا عدي بن حاتم وكان من كبار الصحابة رضي الله عنه. وعن عبد الرحمن بن عبد قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في 100 رجل من قومي، فذكر حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه وأجلسه وكساه رداءه ودفع عليه عصاه وأنه أسلم. شفتوا هذوما يكرم فيهم مازالوا كفار، مش يجيش واحد يقول لا نكرم كان المسلمين المتقين الملتزمين بدينهم. قلنا إكرام كل ما هو عنده شرف في قومه ولو كما قلنا ليس ملتزم الدين. هنا كيف سيدنا عدي بن حاتم وقت لجاه على الكفر مازال لم يسلم، وهنا السيد عبد الرحمن بن عبد ذكر ذلك، قال أنه معناها أنه قبل أن يسلموا، معناها كثير ممن أكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على الكفر، فليست علة الإكرام هي الإسلام أبدا. نكرم كل من هو شريف في قومه وله مرتبة وله موضع، نكرمه بطريقة واضحة ونبجله على غيره. قال: فقال له رجل من جلسائه: إن نراك يا رسول الله أكرمت هذا الرجل، اللي هو سيد عبد الرحمن بن عبد. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا شريف قومه، وإذا أتاكم شريف قوم فأكرموا. هو رئيس القبيلة ولا مسؤول على القبيلة كما تو احنا رئيس الدولة مثلا، فيقول لك هذا معناه أكرمه لأنه هو رئيس القبيلة هذه، هو المسؤول عنها زعيم القوم، هذا تسمى شريف قومه، اسمه شريف قومه، معناه قومه يعظموا ويبجلوا ويسمعوا كلامه، ليس شريف من منطلق الديني معناه أنه من كبار الصالحين، لا لا، مش هذا المقياس في الإكرام. إذا إنسان عنده مرتبة في قومه، إنسان ذو منصب وهكذا يحترم، فكذلك نكرمه ونحترمه. قال: ويؤيد هذا ما رواه ابن عمر وأبو هريرة في حديث: وإذا كانت عندك كريمة قوم فأكرمها. ومن ذلك إكرامه صلى الله عليه وسلم لأمير وفد عبد القيس، وإجلاسه عن يمينه صلى الله عليه وسلم، وأمره صلى الله عليه وسلم بإكرام الوفد، وفد لقبيلة سمع عبد القيس. فعن شهاب بن عباد أنه سمع بعض وفد عبد القيس وهم يقولون: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشد فرحهم أي الصحابة، فلما انتهينا للقوم أوسعوا لنا فقعدنا، فرحب بنا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لنا، ثم نظر إلينا فقال: من سيدكم وزعيمكم؟ فأشرنا جميعا إلى المنذر بن عائذ، هذا الرئيس نتاع القبيلة هذه عبد القيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهذا الأشج؟ قلنا: نعم يا رسول الله، مشهور بلقب أشج.
يسمى الأشج بن عبد القيس، معروف تسميته، يقول لك الأشج بن عبد القيس. هذا قائد الوفد بتاع عبد القيس اللي جاوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها يريد أن يعرفوا عن الإسلام ويتعلموا ما هذا الدين وكذا، يأخذوا أخبار هذا الدين. قلنا نعم يا رسول الله، فتخلف بعد القوم فعقل رواحلهم وضم متاعهم، ثم أخرج عيبته أي ما يوضع فيه المتاع، فألقى عنه ثياب السفر ولبس من صالح ثيابه، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بسط النبي صلى الله عليه وسلم رجله واتكأ، فلما دنا منه الأشج أوسع القوم له وقالوا ها هنا يا أشج. قعد هذا الأشج كمل ثيابك النوخ نتاعهم والرواحل نتاعهم، نظمها، ثم بدل حوايجه ولا بتاع السفر ولبس حوايج نظيفه محترمه، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم واستوى قاعدا وقبض رجله ها هنا يا أشج، فقعد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قعدوا بحذاه على يمينه، ما هو رئيس القوم، الاخرين قعدوا امامه وهو قالوا ايش قد بحذاه. قال فرحب به وألطفه وسأله عن بلادهم، وسمى له صلى الله عليه وسلم قرية قرية، الصفا والمشقر وغير ذلك من قرى هجر. فقال الأشج بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لأنت أعلم بأسماء بلادنا منا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له المعتمديات والعمادات والقرى متاع عبد القيس هذوما الكل. قال شنو أحوال القرية هذيك، شنو أحوال القرية هذيك، هو ما يعرف التفاصيل كان يبدأ عايش معه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش معهم هؤلاء. ففز له رئيس قبيلة، قال يا رسول أنت أعلم منا بأسماء المدن متاعنا والقرى متاعنا. فقال صلى الله عليه وسلم إني وطئت بلادكم وفسح لي فيها. قال أنت عديت عليها، وقت الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم تعدى على كثير من الأماكن ورآها بالتفصيل. قال ثم أقبل صلى الله عليه وسلم على الأنصار فقال، وهناك أماكن طويت له لم يتحرك مكانه والله أظهر له بغير حركة. قال ثم أقبل صلى الله عليه وسلم على الأنصار فقال يا معشر الأنصار أكرموا إخوانكم فإنهم أشباهكم في الإسلام، أشبه شيئا أشعارا وأبشارا، أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين أي مصابين بمصيبة، إذ أبى قوم أن يسلموا حتى قتلوا. قالوا أكرموا عبد القيس هذوما أسلموا وجاءوا اختيارا يحبوا يسلموا، مش كما غيرهم تقتلوا ما أسلمش، كما كفار قريش اللي شاركوا في غزوة بدر وغزوة أحد. فقالوا يسحقوا الكرم، ما جاوش مكرهين، مش خاطر صارت لهم مصيبة حبوا يجيوا باش ندخل يدخلوا تحتنا وننصرهم، قالوا لهم جاوا اختيارا فيستحقوا الإكرام طريق أكثر، يعني هما يكرمون لأنهم شرفاء في أقوامهم، ولكن يكرمون أيضا زيادة لأنهم أسلموا. قال فلما أصبحوا قال صلى الله عليه وسلم كيف رأيتم كرامة إخوانكم لكم وضيافتهم لإياكم؟ قالوا خير إخوان ألالوا فروشنا وأطابوا مطعمنا وباتوا وأصبحوا يعلموننا كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم وفرحا. اسألهم بعد الأيامات قعدوا في المدينة مع الصحابة، سألهم هذو بني عبد القيس، قال لهم شنو أحوالكم، شنو عم تلهوا بيكم بالباهي، معنا تلهوا بيكم، قالوا نعم، قالوا أعطونا من الفرش الوثيرة، أعطونا الطعام الجيد، وزيد علمونا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش تحبوا أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك بحسن استقبال الصحابة لهؤلاء وأنهم تلهوا بهم على قاعدة. قال الحافظ المنذري هذا الحديث بطوله ورواه أحمد بإسناد صحيح، وفي هذا ينجلي لك كريم طبعه صلى الله عليه وسلم وطيب نفسه وكمال خصلته وحسن طويته صلى الله عليه وسلم، فإن النفوس اللئيمة في طبعها تحب أن تحتقر كرامة الكرام وأن تنتقص من جانبها، ونسأل الله العافية. بطبيعة اللئيم والإنسان اللي هو ليس له معناها بوصلة ما يعترفش لا كريم ولا على بعض، الناس كل عنده سواسل. النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعامل الناس على حسب ما يصدر منهم، إذا كان كريم قوم يكرمه، إذا كان أسلم يزيد يرفع درجة ويزيد معناها يكرمه، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نحن نقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وننزل الناس منازلهم. جاءنا صاحب منصب أو صاحب مكان أو صاحب مرتبة في المجتمع في الدولة في كذا، فهذا نحترمه طاعة لله وطاعة لرسوله وليس لذاته، مش لذاته هو، قد يكون هو من عصاة، قد يكون الناس عاملين مشاكل كبيرة في الدولة،
لكن احنا لسنا مطالبين بمعاملته بما هو بما تصرفاته الشخصيه او. فاحنا ما دام عنده منصب وعنده مكانه فالنبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نحترمه. مباسطته صلى الله عليه وسلم لجلساء واتساع لهم بطبيعه احترامه لا يمنع بطبيعه اذا كان قام بامر مخالف للشرع واضح لابد ان نرده وننصحه ونرده. مش نبداو هو الراجل العامل ما يتعملش واحنا نبداو ساكتين كانوا فما شيء ومرحبا وش احوالك ومريقل وانت مريقل ويبدا يمدح ويمجد وكل المدح نتاع المداهنه. لا لا هذا 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 مخالف للشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم المداحين فاحثوا وجوههم بالتراب. تلقاوك اللي يبدا يمدحوا في الصلاتين وفي الواحد يمدح ويمجد ويعظم ما يسحقش هو اصلا. قال شد التراب وارمي على وجهه باش يسكت. فما فرق لابد نعرف كل حاجه بلاصتها. مباسطته صلى الله عليه وسلم لجلساء واتساع لهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسط لجلسائه بساط الانطلاق الشرعي المباح القال والحال دون أن يقبضهم بحاله أو يكبتهم بقاله. القال معنى المقال كلام. فإذا تحدثوا بأمر شاركهم في حديث ما لم يكن إثما. فعن خارجة بن زيد أن نفرا دخلوا على أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا حدثنا ببعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وما أحدثكم؟ كنت جاره صلى الله عليه وسلم، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فآتيه فأكتب الوحي، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، كل هذا أحدثكم عنه صلى الله عليه وسلم. مثلا نحكيو على الفلاح، يحكي ما عمل الفلاح، نحكيو على التجارة، يحكي ما عمل التجارة. ما دام في شيء إثم، ما في شيء معصية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشارككم في الحديث. ولكن دائما في الاخير يوجههم للاخره. لما يكملوا يعطيهم توجيه للاخره. وروى الامام احمد عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك وكان اصحابه يذكرون عنده الشعر واشياء من امور في الجاهليه فيضحكون وربما تبسم معهم. وعن ابي سلمه بن عبد الرحمن قال: لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متخرقين اي متقبضين ولا متماوتين. أنا كلي دو خاملين تقول عليهم أموات. وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم وإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله تعالى دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. معناها إذا كان الواحد خالف للشرع النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويبين. إذا صار مخالفة شرعية أمامه فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين بالوقت. وهنا معناها ذكر الشعر جائز حتى شعر الجاهلية. لأنه يعني بعض من الجهلة يقول لك لا شعر الجاهلية تاع الكفار. ما عندكش حق باش تحفظ شعر الكفار ولا ترواها. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرون شعر الجاهلية أمامه ويتبسم معهم. أنت معناها أورع ولا أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فلذلك بشرط ما يكونش في مخالفة شرعية. يكون الشعر يمدح الاصنام او في مثلا الغزال نتاع النساء اللي هو مشين اللي هو معناه يصل الى الكلام الفاحش وكل هذا بطبيعه ممنوع ولا يقر على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بل يذكرون الكرم نتاعهم الجود الخصال نتاع العرب هذا امر طيب لان الاسلام اقر على ذلك. فاذا كان في ابيات شعر ولو الفها واحد من اهل الجاهليه هذه تقبل بل يستدل بها على اللغه العربيه الابيات الشعريه نتاع الجاهليه مرجع اللغه العربيه ويفسر بها بعض آيات القرآن حتى معاني معنى استعملها الشعراء في بعض كلمات يفسر بها بعض كلمات القرآن وردت في القرآن تفسر ببعض أبيات من شعر يقول لك هذا المعنى كذا يفيد كذا ودني على ذلك بيت الشعر الذي قاله فلان امرؤ القيس أو عنترة أو غيره. فيجيك الآن ناس سطحيين لا يفقهون شيئا المبتدعة بطبيعة السنة ليسوا من هذا القبيل فيقول لك لا كيفاش تستدل بشعر الجاهلية جيب له ساعات السلال على معنى على كلمة في القرآن جيب له معنى جيب له بيت شعر أو اثنين من بعض الأشعار المعلقات السبعة أو غيرها اللي هي أفصح الأشعار في زمن العرب. يقول لك لا كيفاش تستدل ببيت شعر نتاع واحد كافر. عجيب منين جابوا الحكم منين جابوا الكلام من هوى النفس ومن الجهل منين جابوه. والعلماء متفقون أنه يستشهد بالاشعار ولا متاع الجاهليه بل هي الاستشهاد باللغه العربيه يكون من هذه الاشعار.
معنى بعد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو ذاك الأصل مرجعية، يستشهد أيضا بأشعار العرب سواء في الجاهلية ولا في الإسلام. كيف كيف قلنا بشرط ما يكونش فيه كلام مخالف للعقيدة ومخالف للشرع. قال وفي النهاية لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متخرقين، أي متقبضين ومجتمعين ولا متماوتين، ما يكونوش معناها أكل خاملين، معناها نقول احنا ما، بل يتفاعلوا مع بعضهم ويتفاعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تباوت الرجل إذا أظهر من نفسه التخافت والتضعف من العبادة والزهد والصوم، وما كانوش خاملين في العبادة، كانوش متقاعسين في العبادة أيضا. والمراد أنهم ما كانوا منكمشين على نفوسهم ومنقبضين، بل كانوا منبسطين ومنطلقين. وروى مسلم عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فقال جابر نعم كثيرا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. مزاحه صلى الله عليه وسلم مع جلسائه وإدخال مسرة عليهم، كان صلى الله عليه وسلم يمزح مع أصحابه لإدخال السرور عليهم ليباسطهم وليهتدوا بهديه ويتخلق بأخلاقه. فلو أنه صلى الله عليه وسلم ترك الطلاقة مع أصحابه والمباسطة معهم ولزم العبوس والانقباض لألزم الصحابة أنفسهم بذلك، وكذلك التابعون من بعدهم ولسنة، ولكن لم يكن كذلك، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عابسا ودائما معناها لا يبتسم ولا يمزح، فكان عنده مزاح لكن بقيود. شوفها شنو، فمزح صلى الله عليه وسلم ليمزحوا، ولكنه صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه لا يقول في مزاحه إلا حقا، لا يكذب أبدا، فلا يأتي بباطل ولا بعبث أو لعب، ما يبدأش يعمل نكتة عبث، كلام عبث ليس فيه أي فائدة أو ليس فيه أي، وإلا يكون فيه كذب. احنا كثير من الناس يكذب باش يعمل نكتة يضحك، يقول لك فلان مشى وهبط وطلع وصار فيه وما صار فيه شيء، مش يضحك فقط يريد أن يضحك الناس، هذا الكذب محرم بيعمل كبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أني إذا مزحت لا أقول لا حقا. روى البخاري في الأدب المفرد، مش عطينا عينات على المزاح متاع النبي صلى الله عليه وسلم باش تعرفوا كيفية المزاح المباح. روى البخاري في الأدب المفرد والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست من دد ولا الدد مني. الدد هو يقصد أنه لا يخرج منه إلا حق ولا يكون منه إلا حق، أي لست من أهل الله واللعب ولهما مني، يعني لست من دد ولا الدد مني، أي لست من الذين يلعبون ويحبون اللعب ويمزحون بمجرد اللعب فقط، فما هناك من يمتهن المزاح معناه يعمل خدمته هي إضحاك الناس، هذه خدمة سيئة. وقد رواه الطبراني والبزار عن أنس بزيادة ولست من الباطل ولا الباطل مني كما في شرح المواهب. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، أي لا يلاطفنا ومازحنا حتى يقول لأخ لي يا أبا عمير ما فعل النغير. ورواه الترمذي وقال وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، أي بشرط أن لا يعرضه لتعذيب أو جوع أو عطش، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، أي الطير، النغير هو الطير الذي يلعب به الصبي، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، العصفور مات يلعب به مرض مات العصفور، فحزن عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير، يحب يسليه مش نحواله وش بيك العصفور وش صار يسأل فيه. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية،
فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج البادية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وكان زاهر رجلا دميما في الخلقة متاعه، مش محظم، أنا نقول إحنا عنده وجه ليس جميل. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، يبيع في عنده أمتع يبيع فيها، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشده حمله، فقال زاهر: من هذا؟ أرسلني. فالتفت زاهر فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. وقت عرف أن سيدنا محمد هو شده قعد لاصق، ما حبش ماذا بهم يسيبوش النبي صلى الله عليه وسلم، قعد لاصق يحب يمس بدن النبي صلى الله عليه وسلم بظهره وبيديه. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ هذا زاهر شد النبي صلى الله عليه وسلم، هاي قال: شكون يشري هاي؟ شكون يشري العبد هذا؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. قال: يقبل يشريني حتى قني بضاعة كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. يعني قال له بهذه الشهادة، أنا قال: وين كنت بيعني يعني تلقاني عبد ما نسوى شيء، خطر المعنى مش جميل، والناس ما تفضل ديما الإنسان كد عنده هيئة. فقالوا: يا رسول الله، كنت بيع ما تلقاش فيها سوم، معنى تجيب ليش تلقاني كاسد؟ فقالوا: أنت عند الله لست بكاسد. وذاك اللي بيه فايدة قدام العباد وبرحت العباد كل حقرتك، إذا عند الله أنت لست بكاسد، هذا هو اللوج عليه كل بشر. وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك الأجعي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم صغيرة، فسلمت فرد وقال: أدخل. فقلت: أكل يا رسول الله؟ قال: كلك. فدخلت. قال: ندخل بكلي؟ قالوا: نعم كلك. ومن جملة ما ورد في مزاحه صلى الله عليه وسلم ما ورد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، أي يطلب منه دابة، يطلب منه حيوان بشي يستعمل يمشي عليه يركب عليه. فقال له صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد الناقة. فقال: يا رسول الله، وما أصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل يرد الإبل إلا النوق؟ وهل يرد الإبل إلا النوق؟ قالوا: جاء مشي يمشي ومشي يشارك في غزوة، قالوا: يا رسول الله، مش تحب نوخو حاجة اركب عليها وسيلة ركوب؟ فقال: اش نعطيك ولد ناقة؟ قالوا: يا رسول الله، ولد ناقة مش يعمل، ولد صغير شو يركب عليه ما تركبش؟ قالوا: خيو، هل الناقة بتجيب لنا ناقة؟ معنى ولد ناقة معناها ناقة، وهل يلد الإبل إلا النوق؟ معناها حتى ولو كبر اسمه ولد ناقة، هو جاي من ناقة ذكر وأنثى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول له: سأعطيك جملا، الآخر فم ولد الناقة ولد صغير معنى. فكان يمزح معه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سأعطيك ولد ناقة. فقال: يا رسول الله، ولد شو يعمل به؟ ما يركبش، جمل صغير ما يركبش. فقالوا: هل يلد الإبل إلا النوق؟ قال: خيا، الناقة اللي مش نعطيها لك اللي باش تركب عليها ماهيش بنت ناقة، هي ولد ناقة إذا كان ذكر. وجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، احملني على بعير. فقال: احملها على ابن بعير. فقالت: ما أصنع به وما يحملني يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل يجيء بعير إلا ابن بعير؟ قال: خيا، نقول لك ابن جمل، هو جمل، ابن جمل هو جمل. وروى ابن بكار عن زيد بن أسلم أن امرأة يقال لها أم أيمن الحبشية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي يدعوك. فقال: من هو؟ أهو الذي بعيني بياض؟ فقالت: ما بعيني بياض. فقال: بلى بعيني بياض. فقالت: لا والله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد بعيني بياض. شكون عنده عينه الدير بالكحل شنو هذا؟ بياض. في خط ما فيش بياض يا رسول الله، قال: كل واحد عنده بياض، أي البياض المحيط بالحدقة. ومن ذلك ممازحته صلى الله عليه وسلم للمرأة العجوز. روى الترمذي عن الحسن البصري رضي الله عنه قال: أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز. قال: فولت، أي ذهبت وهي تبكي. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول:
إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فهو يريد أن يقول لما تدخل كانت شباب معنا مش ترجع شابة وتدخل أنت شابة الجنة تدخلهاش وأنت عجوز، فهي ماشي بالها ما تدخلش العجاز لا تدخل الجنة، فكان يمزح معها. فهذه الأحاديث تدل على ممازحته صلى الله عليه وسلم وأنسة المخاطب وتطيب نفسه والإدخال السرور عليه، لأن المزاح هو الانبساط مع الغير من غير أذى. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتمازحون فيما بينهم، كما جاء في الأدب المفرد عن بكر بن عبد الله قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. معناه كانوا يمزحوا بعض الأحيان يبدأوا مع بعضهم، إذا جاء وقت الجهاد يوليوا رجال، ينساوا كل ذلك ويوليوا معناه في أعلى الجد. قال: وفي النهاية لابن الأثير وفي حديث بكر بن عبد الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتمازحون ويتبادحون يترماو بالبطيخ بك القشور بتاع، فإذا جاءت الحقائق كانوا هم الرجال. أي قال أي يترمون بالبطيخ يقال بدح يبدح إذا رمى، ولكن وقت الجد إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهاد انتهى، يترك ذلك المزاح وكل كل واحد يستعد. قال: وأما ما ورد في الحديث من النهي عن المزاح كما في سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعد موعدا فتخلفه، فهذا النهي محمول على الإفراط في المزاح، كثرة المزاح، لما في ذلك من الشغل عن ذكر الله تعالى أو عن التفكير في مهمات الدين، ولما فيه من قسوة القلب بكثرة الضحك، بل إن كثرة المزاح تورث العداوة والأذى والحقد وجراءة الصغير على الكبير. هذا نشوف فيه الآن. وقد قال عمر رضي الله عنه: من كثر ضحكه قلت هيبته، وما مزح استخف به. اللي كثر مزح الناس كل اللي تحتقر ما تعتبره عن جدي، وين يتكلم يعتبروه غير جدي ولو هو جدي بعض الأحيان، يعني متعود بالمزاح فما عادش ياخذ عليه حد شيء جدي، يولي ما عادش عنده قيمة معنا في الكلام تاعو، ما عادش عنده قيمة، وين يتكلم يقول هذا يفدلك. أي بأن أكثر المزاح مع من كثر مزاحه فهذا هو المنهي عنه، كما وأن النهي عن المزاح محمول على المزاح الذي فيه أذى أو حزن للغير. زاد المزاح الذي فيه مضرة للغير أو استهزاء هذا ممنوع بالطبيعة. فهذا إذا كان قرينا حديث في منع المزاح هو كثرة المزاح ولا المزاح فيه أذى يؤذي المسلم، هذا ممنوع، هذا يدخل تحت النهي اللي ورد في بعض الأحاديث. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا يمزح مع أصحابه والصحابة يمزحون مع بعضهم ولكن لا يقول له حق. وفي سنن أبي داود والترمذي عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. هذه نقطة مهمة جدا، كل يجي يهز حاجة متاع غيره ويخبها عليه ويخليه يقعد يلوح، هذا محرم في الشرع. لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا، شي معنى تخبي هي يقعد يلوج على مسكين يقعد يلوج بلايس الكل، هذا لا. قالوا: من أخذ عصا أخيه فليردها، إذا واحد منكم عمل هذا الشيء يرد لصاحب. بعض الناس يجي يهز حاجة متاع إنسان محفظته مثلا وغافل ويزهله يدوم يمسحوا معاه يخبيوها له ويقعد مسكين يلوج ويخليوه لين معناها يولي معناها في حالة أخرى، هذا ممنوع شرعا. وروى أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، كان عنده حبل حاطه بحذاه ونام أخذه، قال: ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل، يقول لا يحل معناه محرم صريح، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، والكاميرا الخفية من ذلك، من هذا الباب بالضبط، هذا الحديث منه الكاميرا الخفية اللي يعملوا فيها يروع بها الناس، ولا يجوز المشاركة فيها أصلا. وفي يوم الخندق كان زيد بن ثابت ينقل التراب مع المسلمين فنعس، فجاء عمارة بن حزم فأخذ سلاحه وهو لا يشعر، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك،
واحد راق من الصحابة، جاء صحابي وخذ له سلاح بالسرقة، النبي صلى الله عليه وسلم راه قال له لا تفعل. وروي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رجلا أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح، خبله صباته كما نعملها احنا برشا. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تروع المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم. أكثرش. قال الحافظ المنذري رواه البزار والطبراني وابن حبان، فالمزاح مندوب إليه بين الإخوان والأصدقاء بما لا أذى فيه ولا ضرر ولا قذف ولا غيبة ولا شينة في عرض أو دين، في عرض أو دين، ولا استخفاف بأحد منهم. طبيعة الحال هذا، لكن لو مثلا إنسان يلعب مع الصغار مثلا خب عليه حاجة يلعب معه وراه له بعد بسرعة أو كذا، هذا مش مشكلة، هذا معناه لأنك ما خليتوش حاير ولا وصل معناه يبحث وفازع ومعناها مهتم لفقد ذلك الشيء مش مشكلة. أما أنك تخبي له شيء لين يوصل معناها يولي مسكين شبكي وكل هذا، لا هذا يولي فيه معناه تحريم. والأصل الإنسان يبتعد عن هذه الأمور ولا يمزح بمثل هذه الأمور. قال وأما مزاح الرجل مع أهله وملاطفتهم بأنواع الملاطفة فمطلوب ومحبوب، وهو من أخلاق النبيين ومن شعار المؤمنين. قال عمر رضي الله عنه ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي، فإذا التمس ما عنده وجد رجلا. إنسان قال في مع عائلته، يكون الرجل مع عائلته يكون قال كالصبي، معناه يلعب معهم ويشاركهم في اللعب وكل. قال وإذا كان طلبناه الأمر جدي يكون رجل، مش يكون حياته كاملة هو كالصبي كل شيء داخل البيت مع أهلي ومعنا مع زوجتي وأولادي وبناتي، يكون معناها كالصبي يمزح معهم يلعب معهم إلى آخره. قال وإذا التمس في أمور اللي هي متاع خارج البيت وأمور تعلق بمسائل مهمة للمسلمين، قال يكون رجل يولي معناها صنديد ويولي جدي. تبسمه صلى الله عليه وسلم حين يلقى أصحابه وحين يحدثهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتبسم في وجوه أصحابه حين يلقاهم وفي حديث إليهم تلطفا بهم ومؤانسة لهم. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم، روى الترمذي. معناه قال وإن استأذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليش أرجع، قال نستأذن عليه في بيتي دخلني يقول لي أدخل. وروى الإمام أحمد عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت كان أبو الدرداء إذا حدث حديثا تبسم، فقلت لا يقول الناس إنك أحمق. علاش معناها كي تتكلم تبسم تقول الناس يقول هذا يشبيه تبسم، معناها هذا غبي ولا كذا ولا أحمق ولا مجنون، يشبيه تبسم ديما. فقال أبو الدرداء ما رأيت أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لا تبسم. الكلام لما تبسم ما تتحكي مع غيرك هذا أمر طيب، بتبقى تبسم غير الضحك، راه فما تبسم فما ضحك فما قهقه، ثلاث انواع التبسم، هذا ما فيش حتى مشكل. ولكن الضحك فيه مشكل، الضحك اذا كان بيكون دون سبب بطبيعه مشكل كبير، سوء ادب كبير، وحتى الضحك بسبب الانسان يحاول يكتمه ما استطاع اكثر ما يمكن، وخاصه في مجالس العلم ولا مجالس الذكر ولا في المساجد. الضحك معناه إنسان يضحك وتظهر أسنانه، هذا التبسم. الضحك أسنانه تظهر، إذا ظهرت أسنانه وهو يضحك معناه متبسم مع ظهور الأسنان اسمه ضحك. القهقه ها 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 ها، هذه قهقه تعرفها، هذه بطبيعة من سوء الأدب في أي حالة من الحالات، في أي مكان في أي زمان سوء أدب هذه. واللي يعملها في مجلس العلم بطبيعة هذا عديم الأدب أصلا. قال فكان أبو الدرداء إذا حدث حديثا تبسم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. حول ضحكه صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبحثون عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه يتبعوه، ومن ذلك تتبعهم لأوصاف في ضحكه صلى الله عليه وسلم والأسباب التي كان يضحك من أجلها، وذلك لتتبين لهم الأسباب التي يجوز للمسلم أن يضحك من أجلها شرعا وما لا يجوز الضحك منه شرعا.
لأن الضحك منهم ما يجوز شرعا ومنهم ما لا يجوز في الشرع. حتى الضحك لو عنا في قيود مش مسيب. ولا يعرف ذلك إلا بالرجوع إلى الأصول الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان أكثر ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحكه تبسم، لما يفرح بشيء كذا يكون يتبسم. روى الترمذي وغيره عن هند بن أبي هارة في حديث يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يضحك ضحكا حسنا كاشفا عن سن مثل حب الغمام، وهو البرد في البياض والصفاء والبريق. تظهر ساعة سن من أسناني كاني معنى بياض ناصع أبيض شديد كالبرد، كما البرد بالحربوش بتاع المطر هذاك. وعن عبد الله بن حارث رضي الله عنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، رواه الترمذي. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. الحديث ما كان يضحك لين ترى كرجومته من الضحك، ما الفم محلول، ما يضحكش الضحك الفم محلول لين ترى الوحدة الدلدلة ذيك اللي هاتي. وكان صلى الله عليه وسلم يضحك أحيانا حتى تبدو نواجذه، أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يضحك تظهر أسنانه. فعن عامر بن سعد قال: قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. النواجذ هي هذه الأسنان الجانبية، النواجذ. قال عامر: فقلت لسعد: كيف كان ضحكه؟ قال: علاش كي أضحك؟ شنين القصة اللي ضحكته؟ فقال سعد، هذه في غزوة الخندق، المسلمين وراء الخندق والكفار وراء الخندق، وقاعدين هنا يتناوشوا ساعات بكل النبال، ساعات بالرماح. فكان قال سعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رجل معه ترس درع من الكفار من الجهة الأخرى يغطي. وكان سعد راميا، سيدنا سعد كان يرمي بالنبال ومهف مريك، يرمي بك السهم، عندك النبلة بك السهم هذاك ويرمي به، لأنه ولا الخندق ما نجموش يقاتلوا بالسي مباشر، يرميهم بعيد إلا بالسهم بالسهم ولا بالرمح بالرمح، إلا يقرب يضربون. فكان واحد من الكفار عنده ترس درع، وكان سعد راميا، وكان رجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته. الكافر يعمل له هك يعري ويغطي، معناه ماكش مستجم تضربني، ها يعمل هك الكافر، يعمل يعري وجهه شويه وفي سما يغطي، يعري وجهه شويه وفي سما يغطي، يستفز سيدنا سعد بن سيدنا سعد بن ابي وقاص. قال: فنزع له سعد بسهم، فلما رفع الرجل المشرك راسه رماه سعد فلم يخطئ، هذه منه يعني جبهته وجبهه السهم جابه في البلاصه هذه، وانقلب الرجل وشال برجله. الكافر طاح ورجله تهزت لفوق، ضحك الدميه معناه على البلاصه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك مشهد معناه، كافر مش بيرمي شموه سيدنا سعد يعمل لك يتبهبر عليه، ها ها ترى هضرب. قال هو العرى شويه وسيدنا سعد عطى الفليه جاء في جبهته طول، اهبط كي طاح رجله تهزت لفوق بام بام، قول واحنا طاح. والنبي صلى الله عليه وسلم كرا المشهد ضحك، كيفاش معناها هاك الكافر مش بيرمي يضرب سيدنا سعد جبله طول من الضربه الاولى، من الضربه الاولى جبله في جبهته طول. قال: قلت من اي شيء ضحك؟ قال: من فعلي بالرجل. كيفاش سيدنا سعد عمل بك الكافر ذاك المشرك؟ اي فعل سعد بالرجل المشرك، حيث انه استهدفه حتى اصاب مع توقيب ترسي، رغم عنده الدرع وقاعد يعمل هك، قال رغم انك اعطاه فجوه صغيره اعطاه له قد قد. قال: وروى مسلم في صحيحه يعني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لاعلم اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا الجنه، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى: اذهب فادخل الجنه، فياتيها فيخيل اليه انها ملأ، يرى يقول الجنه معبي، يرى الناس كل في الجنه يقول معبي، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأ، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنه، ما قلت لك ادخل الجنه امشي. قال: فياتيها فيخيل اليه انها ملأ، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأ، يا ربي راهي معبيه، فيقول الله: اذهب فادخل الجنه، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال فيقول: أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ يا ربي معناها توا
انت انت مش ما 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 مش من صفاتك ان تستهزئ بنا ولا تقول لنا حوايج مش موجوده. وظنا وربي معناها قالوا الكلام هذا وبر كيكا معنى كلام مبرر. قال لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكا حتى بدت نواجذه. قال فكان يقال ذاك ادنى اهل الجنه منزلته. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصرف على الرجل هذا يمشي يلقى الجنه معبيه هو قال ادخل الجنه ويمشي يراه برجع بيت في الجنه يرجع. فرب يقول له باهي امشي ادخل الجنه وراك عندك 10 اضعاف الدنيا. معنى عندك خير نعيم في الجنه قد 10 اضعاف النعيم اللي شفته في الدنيا الكل اللي موجود في الدنيا الكل مش حتى شفته انت شافوه البشر الكل النعيم الكل عندك 10 اضعاف منه. فالراشي يقول اني خارج من النار مش يقول لي 10 اضعاف الدنيا. تيقول لي يمكن نشبر وتسبب برشا فيا ما هذاش يحب يقول الرجل. فقال تهزأ بي معنى يا ربي معنى هاني موقف متحسر ولوج على بلاصه في الجنه وانت تقول لي درشو عندك كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك من هذا كيفاش الرجل هذا قالوا يا ربي تهزأ بي ما يعرفش انه ربي كلامه ديما قال قالوا حاجه انتهى ذاك هو. فكان هذا اقل واحد اخر واحد يدخل الجنه عنده معنى 10 اضعاف النعيم الدنيا اللي موجود في الارض الكل النعيم اللي اكتسبوه البشر كل ما هو نعيم مجموع ويخو 10 ضعف نتاعو. هذا اقل واحد اخر واحد بعده تسكر الجنه ما عادش فما حد يدخل. نسال الله ان نكون الاوائل. قال فيقول ايوه وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم اخر اهل الجنه دخولا الجنه واخر اهل النار خروجا منها. رجل يؤتى بي يوم القيامه فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه صغار وارفعوا عنه كبارها الكبائر متوريهمش. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم. ربي يقول لك عملت هكا راك عندك نظره كذا راك عملت كذا ذنوب ويقول نعم عملت يستعرف لا يستطيع ان ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه ان تعرض عليه. هو مازال يستنى مسكين هو تو قاعد في الصغار وقاعد يخمر الكبائر شوف نعمل فيها. هذوما الصغائر تعرفت بهم انا صغائر راهي فيها مشكله وهو مزي يفكر زاد الكبائر ما لكش شو الكبائر شو يصير فيه. فيقال له فان لك مكان كل سيئه حسنه. الصغار اللي عرفتم عليه كل تو اعترفت بهم اش بدل من كل حسنات. فيقول ربي قد عملت اشياء لا اراها هنا. يا ربي راك نسيت فما حوايج راك ما قلتهمش عليا فما كبائر راك نسيت ما قلتهم ليش يعني نسيت بالمعنى المجازي. هو ملوم مخبي ماذا بيه ما يفيق ما بيه كبائر ما تعرضش عليه معني استنى داو في الصغار يقول لك شو سوي الكبائر وصو صغار وحبسوا هكا وقال ميس هاي به عندك ذنوب عملتها. قال عملت يا رب به مش بدل من كل حسنات. الرجل فرح الذنوب تولي حسنات ما خلينا نذكر بك الذنوب الاخرى كبائر خلي تولي حسنات. فقال يا ربي ما عندي حوايج راك ما 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 ما, ما حسنيش عليها راه راني عملت امور اخرى ما حسنيش عليها. شوف كيش ولد مقلوب معناها ما طمعك هو عادوا حق شاطمه في رحمه ربي. قال فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواذجه. النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش الرجل بدل من الاول خايف من الكبائر ماذا بهم يتفقوش بها ماذا بهم يقولوش على ما قالوش عليها. كي قالوا راه ولا حسنات سيئات قالوا يا ربي ما فما حوايج اخرى ما قلتليش عليها خلي ما لابش حطها ونمشي مع الاخرين يولي كل حسنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك من هذه القصه التي وقعت ما بين احد عباد الله وبطبيعه واقعه هي قصه واقعه معناها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يروي لنا أمور هي أمور وقعت ولكن إحنا بما أنه يمر علينا الزمن ننتظر حتى يصل ذلك الزمن وسنراها هذه الأمور وهذه كل القصص التي وردت مع بعض عباد الله في مسألة دخول الجنة والحساب هذه سنراها كل لأن الحساب أمام كل الناس سيقع هذا كل سيقع كل أمام كل الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه خرج من الزمن في الإسراء والمعراج وكذلك الله يحيي إليه بما سيقع في المستقبل وعند الله لا يجوز الزمن. فالماضي كالحاضر كالمستقبل احنا لا عندنا المستقبل هذاك لما نوصلوه حتى نرى ماذا سيكون فيه. قال فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه رواه مسلم الترمذي في الشمائل واللفظ له. واخرج الامام احمد عن ام سلمه رضي الله عنها ان ابا بكر رضي الله عنه خرج الى بصرى ومعه النعيمان وسويبة بن حرمل رضي الله عنهما وكلاهم بدري وكان سويبة على الزاد فقال له نعيمان أطعمني. فقال سويبة حتى يجي أبو بكر. وكان نعيمان مضحكا مزاحا. نعيمان هذا أكثر صحابي مزاح فكاهي معناه بتاع الصحابة نعيمان. فذهب إلى أناس جلبوا ظهرا أي إبلا فقال له نعيمان أتبتاعون أي تشترون مني غلاما أي عبدا عربيا فارها فتيا. قالوا نعم. تحب تشري ما عندي عبد هكا مريقل ويخدم.
فقال انه ذو نساء ولعله يقول انا حر. ارد بالكم راه متكلمان تجم تجي من الشاشري يقول لك راني حره ومش مانيش عبد. فان كنتم تاركيه لذلك فادعوني لا تفسدوا علي. اذا كان ما عندكمش اذا قال لكم راني حر وتسيبوه ما تشريوش خليه تو يجي حد يشري راه. اما هو مريق راه تربحوا. اما حتى كان قال لكم حر ما تصدقوش راه ولا يرجع لي وبرتو نشوف شاري اخر. فقالوا بل نبتاعه. فابتعوا بعشر قلائص اي نوق شابه. فاقبل يسوقها وقال لهم دونكم هو هذا. وراهم صويبت هذا صاحبه اللي كان معاه اللي قالوا خلنا ناكلوا قالوا استنى حد يجيبوا بكر. مشى سيدنا نعيمان عملوا حيله وحسبوا على اساس عبد ومشى قال ما اسمع عندي عبد مريقل وكل انا رد بالكم نقول لكم انا مش نقول لكم ماني حر مانيش عبد ما تصدقوش اشريوه واخذ مقابله 10 من نوق معناها عبد معناها ذو قيمه. فاقبل يسوقها وقال لهم دونكم وهذا وراهم قال لهم هذاك هو اللي صويبت هذا صاحبه. فقال صويبت هو اي النعيمان كاذب انا رجل حر. قال يا جماعه راني مش عبد راه حر راه يكذب عليكم قدامه. هو قال انا هذاك العبر هزوه بعتوه لكم منكم ريك. فقالوا قد اخبرنا خبرك. فطرحوا الحبل في رقبته فذهبوا به. فجاء ابو بكر فاخبر فذهب هو واصحابه اليهم فردوا القلائص واخذوهم. وقت جاء سيدنا ابو بكر قالوا له راهو جاء يا جماعه وراهو هذا عمل النعيمان راهو باعه قال انه عبد وجاوا الناس هزوه وكذا ومشاو به. سيدنا ابو بكر فمشى هو واصحابه مشاو تبعوا القافله هذه من مشى ومشى وردوا هذا الصحابي وردوا الابل اللي خذاها النعيمان. قال ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فضحك هو واصحابه حولا. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك على هذه الحكايه كيفاش هذا النعيمان لعب لعبه معناها مع الصحابي الثاني. قالوا في الجزء الثالث من الاصابه ونعيمان هذا عنده برشا قصص اخرى من هذا النوع عنده برشا قصص معناها عمل برشا مشاكل مع الصحابه رضي الله عنه. وفي الجزء الثالث من الاصابه نقل عن الزبير بن بكار ان نعيمان كان لا يدخل المدينه طرفه الا اشترى منها. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ها اهديته لك. فاذا جاء صاحبها يطلب نعيمان بثمنها احضره نعيمان الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اعطي هذا ثمن متاعه. فيقول او لم تهدي لي؟ فيقول انه والله لم يكن عندي ثمنه ولقد احببت ان تاكله. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويامر صاحبه بثمنه. نعيمان يمشي يعمل يمشي واحد مثلا يبيع في اكله يقول له تبيع لي هذه قداش تسوى مثلا 3 دراهم به تو نعطيك 3 دراهم اشتريت يمشي يهز النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول هذه هديه لك ياكل. من بعد يجي صاحب الواحد يقول له اين الثمن يمشي يقول له هاو راهي الطعام كلاه النبي صلى الله عليه وسلم برمش يخوض معه. فيجي صاحب الواحد يقول له اعطيني ثمن الطعام ويجي نعيمان معه يقول له هاو هقول لك لا الطعام ولا رسول الله راه طالب ثمن الطعام. فيقول النبي مش عطيته لي هديه انت مش قلت مش عطيته لي هديه. فقال راه ما عنديش ثوم وانا خذيته شريته على اساس لكن ما عنديش ثمن وحبيت تذوق منه باش تاكل انت معناها الاكله هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويمد المال ويعطيه لك البائع. فديما يعملها نعيمان عملها قش من مره الحكايه هذه. فهنا هو شنو هو معناها جاء اعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم هو مش صرف ماكلاش هو بعد ثمنه هو اعطاه هديه للنبي صلى الله عليه وسلم فافاد بها النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش معناها فعل شنيع جدا هو. فلكن هاكا على البائع قال له هاكا ثمنها كذا ونعطيك بعد هز النبي صلى الله عليه وسلم بعد كي يجي البائع يقول له هاني الكلام مش يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ياتيه قال اكثر من مره هنا قال لا ياتيه لا يدخل المدينه طرفه الا اشترى منها طرفه اي نوع من الماكولات. فلذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك من هذا الفعل معناها كيفاش استنبط هذه الفكره العبقريه هذا نعيمان. قال فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر صاحبه بثمنه. ومن ذلك ضحكه صلى الله عليه وسلم من الأمر العجيب يبلغه. روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سلمى امرأة أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أي عتيقه تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي رافع وقالت إنه لا يضربني. فقال صلى الله عليه وسلم ما لك ولها؟ قال تؤذيني يا رسول الله رأيت أذي فيه. قال بماذا آذيته يا سلمى؟ قالت ما أذيته بشيء ولكنه أحدث وهو يصلي. فقلت له يا أبا رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم ريح أن يتوضأ، فقام يضربني. قال اش ما دخلك معنا؟ لق الريح في الصلاة، مرته قالت راك نقض وضوء، برمش يتوضأ. فلما كمل الصلاة مشى يضربها، قال اش ما دخلك أنت في الصلاة؟ ايش تكلم فيها في الصلاة؟ اشغل فيها الصلاة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: يا أبا رفع، لم تأمرك إلا بخير. كلام صحيح، راه هو ظن أنه تشغب عليه في الصلاة معناها. وقد يكون هذا قبل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الريح من ناقض الوضوء، إذا كان الصحابة يعرفوا بطبيعة مش يعرف المسألة هذه، لكن قد يكون قبل هي بلغها ذلك وهو مثل ما عرفش الصحابي أن الريح ينقض الوضوء، فهي عرفت فنبهته، فهو ظن أني قاعدة معناها تشغب فيه على صلاته، أمر مش صحيح. فلذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولم تأمرك إلا بخير. كلام صحيح، مرة جاي معناها كي تعمل تطلق ريح في الصلاة راه الوضوء ينتقض، لازم تعاود تتوضا، تقص على الصلاة، تعاود تتوضا، تعاود تصلي. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما: هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ فقال: نعم، وإن الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال. وربما قال: وإن الإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال. وأما الضحك المنهي عنه شرعا فهو ما كان من باب السخرية بالناس وانتقاصهم، أو فيه انتهاك لحرمات الدين أو المسلمين، يستهزأ بأمر أمور الدين، أو ما كان كثيرا، فإن كثرة الضحك تميت القلب الروحانية الإيمانية لما تفضي إليه من الغفلة الموارثة لقسوة القلب، وتميت القلب الجسمانية لأن كثرة الضحك تضعف القلب بسبب كثرة خفقانه، فيؤدي ذلك لموته. معناه يؤدي حتى الأمراض القلب حسية، مرض القلب حقيقي غير مرض القلب الإيماني، معناه الضحك، كثرة الضحك. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه، وتشوفوا غالب اللي يضحكوا الناس يموتوا وهم شباب. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: كثرة الضحك والفرح بالدنيا سم قاتل يسري العروق، فيخرج من القلب يخرج من القلب الخوف والحزن، يخرج الخوف من الله والحزن على المعاصي وعلى كل مخالفة شرعية. وتلاحظوا غالب الفكاهين يموتوا شباب. روى البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وهناك أحاديث كثيرة وردت في النهي عن كثرة الضحك. ملاطفته صلى الله عليه وسلم للصبيان وملاعبته لهم. روى الإمام أحمد بإسناد حسن عبد الله بن الحارث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثير بن بني العباس، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا، يعملهم صف سباق. قال: فيسبقون إليه فيقعون على ظهري وصدره صلى الله عليه وسلم، فيقبلهم ويلتزمهم. هذوما كل صغار، وقت كانوا صغار السن يصففهم، يقولوا: من يوصل قبل نعطيه كذا وكذا هدية. قال: فيجيو الجراء، وقت اللي يوصلوا يكون يحملهم بعضهم، يجيو على ظهره وعلى صدره يتلموا عليه، ف يبوسهم ويحملهم. وفي زواد بن حبان عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. وروى البخاري في الأدب المفرد والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ارقى. قال: فرقي الغلام حتى وضع قدمي على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتح فاك، ثم قبله، ثم قال: اللهم أحبه فإني أحبه، سيدنا الحسن أو الحسين. وقد جاء ذلك في الإصابة وزاد: حزقة حزقة ترقى عين بقى. عرفتك عندنا احنا مثلا يقول لك دب الفار ودبيبات ودب الفار ودبيبات مع الصغير، هذه نفس هذا منها يقولهم في كلام على اساس بيتربش بالصغير. فهذه قال الحزقة هو الضعيف المتقارب الخطو من ضعفه، معناه اللي يمشي بشوي بشوي، احنا نقوله دب دب بشوي بشوي. وقيل القصير العظيم البطن، فذكر على سبيل المداعب والتأنيس له. وتلقب معنى أصعب. وعين بقى كناية عن صغر العين، يتربش به معنى سيدنا حسن والحسين عينه صغيرة،
فشبه عين البقعة، بقعة هي الحشرة الصغيرة. فهذه معناها كلمة كيما احنا نتربوا ساعات يقولك ذب الفار، الفار معناها هو مش فار، لكن تشبب الفار على أساس يمشي بشوية بشوية، ساعات الفار يبدأ خانس يمشي واحدة واحدة، فتشبه الصغير بالفار من حيث هذا اللي يمشي واحدة واحدة. فاش قال؟ حزقة حزقة ترقى عين بقة. هذا كيما الكلمات عندنا، احنا برشا جمل من هذا النوع، ولا مع الصغار خاصة. معناها هذا عنده أصل في السنة، مش كلام معناها مجرد عادة، عنده أصل من السنة، أن تربش بالصغير وتذكر بعض أمور بعض جملاتك، الصغير يتبنن بهم ويحس باللطف، معناها فاهم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته، قال: وإنه قدم مرة من سفري فسبق بي إليه، فحملني بين يديه، هذا سيدنا عبد الله بن جعفر، فحملني بين يديه، ثم جاء بأحد ابني فاطمة رضي الله عنها، إما الحسن أو الحسين، فأردفه خلفه، فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة، قال إني ركبني من قدام، جيت من الأول، وبعد خلص سيدنا عبد الله بن جعفر، سيدنا الحسن أو الحسين، قال ركبوا من تالي، ودخلنا ثلاثة راكبين على جمل، زوج صغار معهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن جعفر لابن الزبير: أتذكر إذا إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ فقال: نعم. قال: فحملنا وتركك. قال: ذكر. قال: أي هزنا نحن الاثنين وأنت ما قعدتش الباصة، قعدت أنت هاكا تبع فينا وبر. كمال لطفه صلى الله عليه وسلم وشدة اهتمامه بمن يسأله عن أمور الدين من الرجال والنساء. روى الإمام مسلم عن أبي رفاعة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن ديني لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي صبت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه؟ فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له رجل: ابن أي ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، قال: مش نسأل بالتفصيل، فلا تجد علي في نفسك، أي لا تغضب في تشديدي عليك في السؤال، بل تحمل. قال: مش نسألك ما تغضبش، مش نسألك بالتفصيل، ومش ننزل عليك معنا في السؤال، فما تغضبش. قال: وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحف بلطفته، فقال له: سل عما بدا لك، مجال مفتوح. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم استفهام. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وفي رواية مسلم قال رجل: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، أي من المنافع؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك؟ قال: اللهم نعم. قال كما في رواية البخاري: أنشدك بالله، أي أسألك بالله، الله أمرك أن تصلي؟ وفي رواية: أن نصلي بالنون وفيما بعدها أيضا، أن تصلي أو نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، أي أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ صوم رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، اللي هي الزكاة الفرض. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. لأن الصدقة تطلق على الزكاة أيضا، فمن الصدقة مقصود بها الزكاة الفريضة، مش الصدقات اللي هي تطوع. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وفي رواية مسلم: وسأله عن الحج أيضا، ثم قال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، مش نرجع القوم نعلمهم الإسلام زاد، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، وراني فلان الفلاني وعندي قبيلة هذه تبعتني. وفي الاستيعاب لابن عبد البر في ترجمة أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت: قال: إنها كانت من ذوات العقل والدين، روي عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين كلهن يقولن بقولي وعلى مثل رأيي. إن الله بعثك، جاءت هذه مرسولة سفيرة النساء، بعض نساء عندهم أسلة، واحدة تكفلت وخذت الأسلة ومشيت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله راني يعني جيت ومعايا أسلة وتتابع مجموعة كبيرة من النساء، مش نسألني في مكانهم وهم عندهم أسلة تابعتهم زادة، مش نسألهم لك وانت تجاوبني. قالت إن الله بعثك إلى الرجال والنساء فآمنا بك واتبعناك. أسمع الحديث هذا بالباهي، ركزوا معاه بالباهي، هذا حديث أهم ما تسمعون في حياتكم. قالت إن الله بعثك إلى الرجال والنساء فآمنا بك واتبعناك، ونحن معشر النساء مقصورات المخدرات، أي معنا في ديما مغطيين في البيت قواعد بيوت، وإن الرجال فضلوا بالجمعات، يخرج الجمعة إحنا مش مطالبين بالجمعة، وشهود الجنائز والجهاد، وإذا خرجوا الجهاد حافظنا لهم أموالهم وربينا أولادهم، أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله؟ انت راعنا إحنا نصيب في الأجر، هم يجاهدوا وإحنا في الدار، هم يمشوا للجمعة إحنا في الدار، هم يمشوا للجنائز وإحنا في الدار. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه إلى أصحابه فقال: هل سمعتم ما قالت امرأة أحسن سؤالا عندنا من هذه؟ سمعتوش في حياتكم شكون واحدة سألت سؤال مهم ومن أحسن ما سمعت أكثر من هذه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عجبه السؤال، فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصرفي يا أسماء وأعلمي من ورائك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها، تبعل الطاعة، وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت للرجال. معناها الرجل يخرج جاهل مثلا، نفترض فتحت حدود فلسطين إن شاء الله ربي يفتحها من قريب، والرجال مشاو للجهاد والمرأة قاعد في بيتها، قال أنت تحصل عند ربي ثواب الجهاد كامل، كان مشيت جاهد إلا عم وراجل كل في الجهاد تحصل، وأنت استشهد عندك ثواب الشهادة ولو أنت حي، يا ربي يعطيك ثواب، ثواب شهيد مش نفس المقام بالضبط لكن ثوابه. وكذلك كل ما يقع انتصار عندك فيه ثواب، كذلك يخرج الجمعة أنت في بيتك تصلي الظهر في بيتك عندك ثواب في ذلك، بشرط قال أنك تخلفينه بخير، تهنيه في بيته، هذا هو. قال يعدل كل ما ذكرت للرجال، كل ما يفعلوه الرجال الأفعال مقصورة عليهم، قال النساء تحصل معهم بشرط إطاعة الزوج، بشرط أن يتهنيه في بيته وتعتني به في بيته وتخلفه بخير. قال فانصرفت أسماء وهي تهلل وتكبر، سيدة أسماء بنت يزيد، استبشارا بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تهنى احنا تو يجي يسألوا ساعة النساء، تحب تمشي وش ما نجهدش، وش بيني ما نمشيش للجمعة، وش بيني درش نمو. هو المرأة مش ممنوع خروج الجمعة، لكن إذا زوجها منحها لا تخرج، يحرم خروج إذا منحها زوجها، لأن صارت الجمعة ليست واجبة بحق المرأة، ولكن أصالت أنت لا تخرج الجمعة، المرأة تصلي في بيتها ظهر، فبطبيعة إذا خرجت صلت الجمعة صحت الجمعة منها، ولكن إذا هي مثلا زوجها خرج الجمعة هي صلت في بيتها لها ثواب الجمعة، ما غير معنى تقول هي كن نخرج الجمعة عندي ثواب أكبر، لا، بل فضيلة أكبر في البيت، الفضيلة أكبر في البيت لما تصلي في البيت، لأنه أصل المرأة كل ما هو في بيتها أولى من اللي تعمله في الخارج. قال ويشهد لهذا الحديث ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا أحيانا عند ربي مرزقون، ونحن معاشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل من كنا من يفعله. قال قلهم النساء راهو التي تخلف زوجها بخير كل ما يفعله خارج البيت من طاعات فيتحصل مثله بالضبط، قال لكن قليل يعمل هذا الشيء، قليل يهني الرجل الزوج في بيته. قال الحافظ المنذري رواه البزار هكذا مختصرا. والطبراني في حديث فقال في آخره ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إني رسول النساء إليك وما منهن امرأة علمت أو لم تعلم إلا وهي تهوى مخرجي إليك،
نساء كل يحبون نوصلك باش نسألك ويحبوا يعرفوا الإجابة. الله ماذا قالت المرأة هذه؟ الله رب الرجال والنساء وإلههن وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء. كتب الله الجهاد على الرجال فإن أصابوا أجروا وإن استشهدوا كانوا أحيانا عند ربهم يرزقون فما يعدل ذلك من أعمال من الطاعة. فماش حاجة نعملها باش نكونوا كيفهم في الجهاد وفي ثواب الجهاد إلى آخره. فقال صلى الله عليه وسلم طاعة أزواجهن والمعرفة بحقوقهن وقليل من كنا ما يفعله. هكاو حاجة بسيطة برشا. تهني في بيته وخرج الجهاد تهني. خرج الجمعة تهني في بيته. تذكروا تذكروش بسوء ومداش تذمر. فأعطاك معناها ربي سبحانه وتعالى ما يظهر الرجل. الثواب مش ياخذه تاخذه وانت معاه. وانت قاعدة هو يتعب مش ياخذ ثواب وانت ما تتعبش تاخذ ثواب من غير تتعب. ولكن قال قليل من يفعله. المرأة دي ما عندها صحة راس. اجبيه هو يمشي والتو مازال يقنروا فيها الغنايه التو رغم النبي صلى الله عليه وسلم فصل فيها مثلا اجبيه ويخرج جهاد حتى نخرج. تمشي المرأة تسافر لوحدها سفر محرم قالت شنو الجهاد؟ جهاد في معصية الله هذا كيفاش يكون جهاد؟ هو الرجال ما عندهمش حق يخرجوا من غير راية من غير قائد عندهم. الرجال لو واحد يمشي وحده ما هذاك ماهوش ملتزم بما تنظيم الجهاد الشرعي. الجهاد يكون تحت راية. الراية الآن هي الدولة. دولة تنظم وتقول ايه مش الجيش مش يخرج وفتح حباب الجهاد مش يمشي الفلسطيني يمشي المستعد يمشي اخرج. اما مش المرأة تمشي قالت سافر وحدها قالت تمشي بالجهاد. المرأة اصلا هي ليس مخاطبة بالجهاد اصالة. بطبيعة إذا كان في بلاد قريب وفي ولا في بلاده وصار جهاد بطبيعة تشارك بالجهاد في تمريض مثلا الجرحى وكذا لها تساهم وحتى في حمل السلاح. هناك صحابيات حملنا السلاح في بعض الغزوات. مش معناها أن يحرم عليه مشاكل الجهاد لا، لكن ليست مطالبة وجوبا من الجهاد. إذا فرض الجهاد الرجال مطالبين بالجهاد ولا يأثمون، النساء لا. وإذا كان جهاد عيني فرض عين على كل للمرأة أن تخرج وتشارك. إذا كان جهاد بطبيعة مثلا صار محتل احتل البلاد فتشارك الرجال والنساء والأطفال كل يشارك كل مطالبين بالمشاركة. لكن جهاد غير هذايا اللي هو جهاد الدفاع عن النفس هذا للرجال فقط. نخرج ونقاتل في دولة أخرى أو كذا فهذا يكون للرجال فقط. يقول العلماء إذا كان مثلا يكون الرجل عنده زوج مثلا ممرضة أو كذا يمكن تساهم. قال يمكن تخرج أنا محرم تاعها. أما إذا خارجة وحدها تلاق لا لا مع محرمها نعم هاك بالمحرم تسافر بالمحرم يجوز لها أن تشارك. عندها القدرة أن تشارك وتستطيع أن تفيد المجاهدين لا نعم. أما تخرج وحدها ماشي قال شنو ماشي من جهد لا. سفر مرأة الوحدة ممنوع. جاء عدو الأرض نتاعك الرجال والنساء كل يحارب والأطفال حتى كل بدون استثناء. لأن هذاك جهاد فرض على كل بشر. كل مسلم قادر على حمل السلاح والدفاع بالغ غير بالغ رجل ذكر أنثى كل مطالبين بالقتال. هذاك يبدأ عدو احتل أرض المسلمين في أرضنا. في أرض أخرى أو قتال في أرض كفار أو غير ذلك هذا للرجال مع المطالبين به الرجال. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة إذا تخلف زوجها بخير وتطيعه وتخلفه في بيته بخير فيكون عندها ثواب الجهاد الذي قام به. مكافأته هنا في فلسطين يقول علماء دول الجوار مطالبين بالجهاد. الدول التي ينبهها بطبيعة فلسطين هذوك مطالبين رجال ونساء وأطفال كل. والدول المجاورة مطالبين باش يدخلوا يساهموا في الحرب لأنه فلسطين غير قادرين على أن يحرروا أرضهم فلا بد مساندتهم. بعد ذلك لم بعدهم وهكذا. ومن لم يجاهد أو يحدث نفسه بالجهاد والآن جهاد في فلسطين واضح الجهاد الشرعي في فلسطين واضح. من لم يجاهد أو يحدث نفسه بالجهاد مات ميتة جاهلية. مع الإنسان حتى ما استطاعش يخرج ينوي يمشي يخرج دوبل في الفرصة ينوي يمشي يخرج. طبيعة بطريق الرجال هم معنيين بالجهاد. مرأة خرج بالتبع مش مشكلة
تبع زوجها او كذا محرمها مش مشكله. اما كل الرجال في الاصل الان في هذه الفتره من منذ احتلال فلسطين انه ينوي الجهاد، انه اذا تيسر اسباب الجهاد هذا مباشر، هذا بده تكون عندك في فكرك معناها. وقت يفتح زاده مش تخمم والله يسمع صغاري حتى يكبروا شويه حتى ينجح يعمل. أعلنت الدولة قالت فتحت الحدود وفتح حدود ليبيا ومصر وانتهى، الآن يمكن دخول فلسطين. طلع إعلان تقصد ربي طول شوية، مونة تحضرها من تو شوية، مونة تزام معاك للطريق وتمشي. هذا هو، هذا التصرف الشرعي بتاع كل مسلم. أما وجه ولا جهاد مظاهرات من بعد وقت اللي تحل الجهاد الناس كل والله يسمع هنا ما توي توي الاخرين توي يدخلوا توي يعاونوا من الاخرين. لا لا لا، كل مسلم، كل مسلم عليه ان يذهب هناك. وستفتح هكذا فلسطين، ستفتح بجيوش جايه من الخارج مع الجيوش الداخليه بالطبيعه. معروف في الحديث النبوي هذاك هو، رايات السود تجي من جهه اسيا، باش يبداو من جهه اسيا وياخذوا علام من جهه المغرب، باش يلاقوا بعضهم من غير ميعاد، جماعه تجي من الشرق وجماعه من الغرب، يلقوا روحهم في فلسطين قدام القدس. ينظموا رواحهم ويبدأوا. مذكور معناها من المشرق يقولوا جهة أفغانستان توا والبلدان اللي معها، ومن المغرب جهة المغرب ليبيا تونس الجزائر جهات، يلتقي جيش من المشرق وجيش من المغرب وجيوش من أماكن أخرى، لكن هذم أعظم جيوش، أكثر ناس مش تتحرك من جهة المغرب ومن جهة المشرق، ومش يجيو من بلايص أخرى، من كل أنحاء العالم يجيو مسلمين يتلاقاو الغادي. وتصير وقت الحرب وانتهى، اليهود انتهى أمرهم. لكن الآن تكون أنت من السباقين، مجرد أن تفتح المسار انتهى. فالآن على إذا استعدوا المسلمين بحقيقة تفتح الحدود، ما دام الحدود مازالت مسكرة مازال مش مستعدين زي المسلمين. الحد الأدنى مش مستعد، الحد الأدنى مش مستعد. لو استعد الحد الأدنى المسلمين اللي هو ربي أراده أن يكون في النصرة، تفتح الحدود وتقول كيفاش أو تشوفوا كيفاش بينش عشيته حيطلع قرار حدث عالمي كذا، دولة فتحت الحدود، مصر فتحت معبر رفح، ليبيا فتحت الحدود قالت الحدود مفتوحة مع مصر تماما وبدون لا جواز سفر ولا أي شيء، تونس قالت ليبيا مفتوحة وتعدوا بدون جواز سفر ولا أي شيء، امشي وبر اللي عنده إمكانية يمشي. هذا وقت إذا وخرت أمورك مشي. مكافأته صلى الله عليه وسلم الإكرام بأفضل إكرام. روى البيهقي في الدلائل، مع نحن المطالبين بما استطاعتنا الآن اللي هو العزم على الجهاد مجرد فتح الحدود ومساندة الفلسطينيين بالدعاء وبكل ما هو يساندون به وبإيصال إعانات إليهم وكل ما يتبع ذلك تو التام تاع اللحظة تو. وعندك عزم أن مجرد تفتح إمكانية الوصول إلى أرض فلسطين تخرج وتجاهد مع المجاهدين. بالطبيعة فتحت الحدود معنا طريق الدولة، مش نمشي وإحنا نهزوا مجموعة ونضربوا جماعة الحدود وقال شو مش نخرجوا كان، لا أبدا، هذا اسمه إفساد في الأرض. فهمتوا مالك كيفاش مش يصير العملية هذه العملية الشرعية، وهذا سيقع في يوم من الأيام هذا أكيد. قاوة متى الله أعلم، أنت تحضر روحك تو، حضر روحك لذلك، مش تتفاجأ من بعد يجات له قرار كل شيء الحدود فتحت بدون مزات. ما خممتش يعني والله في باليش، والله في باليش نكمل الساعه نتاع انت بني خلينا نكملها، والله ولدي تو في الباك خلني عدي الباك وحتى نمشي يعني. الا حج حج ولا عوق عوق راه وقت الجهاد عرفتها هذيك تجي غادي. المثال مثلا هذا غادي بالضبط، الا جاهد جاهد ولا عوق عوق، ولا مشى جاهد من افضل الناس هنيئا له، ولا قعد دبر راسه ربي يلطف به وكذا. مكافأته صلى الله عليه وسلم الإكرام بأفضل إكرام. وبالطبيعة لابد من العلم حتى الإنسان يعرف هذه الأمور، لم يعرفش شو يمشي يقول لك أنا مشي والآخرين يعني قاعد، فعلى يبدأ متعلم يعرف الأشياء هذه يمشي يوخرش، لأنه يعني هذوم مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذوم اللي يكونوا في النصرة مدحهم صفة خاصة. مكافأته صلى الله عليه وسلم الإكرام بأفضل إكرام. روى البيهقي في الدلائل وابن إسحاق عن أبي قتادة أنه قال
وفد وفد النجاشي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، فقال له أصحابه: نحن نكفيك، أي نكفيك القيام بضيافتهم وإكرامي. قال رسول الله: خلنا نحن نتلوك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، وأنا أحب أن أكافئهم. النجاشي وقت لم يشاهدوا أكرم المسلمين، فجاء وفد من عند النجاشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يخدم فيها. قالوا: يا رسول الله، نكفيك وإحنا نخمام، إحنا ارتاحي. قال لهم: لا، هو أكرم المسلمين أن نكرم المبعوثين متاعه. مقابلته صلى الله عليه وسلم الإحسان بأجمل إحسان. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضيع الإحسان ولا ينكر الجميل والمعروف لإنسان. من عمل معه معروفا أو صنع معه جميلا يذكره له ويقابله بما هو أحسن وأكرم وأجمل، كما أثبتت ذلك الوقائع الواردة والشواهد الثابتة. شاهدين أمثل على هذا. فمن ذلك ما ورد عن عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلب ماء ليشرب منه، فأتيته بقدح فيه ماء فكانت فيه شعرة فأخذتها، أي أزالها من القدح. فقال صلى الله عليه وسلم مقابلا صنع الجميل: اللهم جمله. قال الراوي: فرأيت عمرا وهو ابن 90 سنة وليس في لحيته. رأيت عمرا مش عمرا، رأيت عمرا وعمر. فرأيت عمرا وهو ابن 90 سنة وليس في لحيته شعرة بيضاء. دعاه قال: اللهم جمله. خاطر شنو؟ نحى شعرة من شعرة كيمشي مد كأس ماء، شاف فيه شعرة، نحى، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم نحى الشعر، فقال: اللهم جمله. أنا كما نظف الماء وما شعرة، قال: اللهم جمله. فكان عاش معنا 90 سنة وما عندوش شعر، ما صارلوش الشيب، قعد كانوا شباب. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة، فسقطت على حياته ريشة، فابتدر أبو أيوب فأخذها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نزع الله عنك ما تكره. قال: فانظر كيف أنه صلى الله عليه وسلم لم يضيع إحسان من أزال عنه ريشة. ومن ذلك ما رواه مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، أي بماء وضوئه. الماء اللي استعمل الوضوء سما الوضوء، هو الماء الوضوء، الماء اللي استعمل في الوضوء سما وضوء الماء، والعملية وضوء، عملية التوضأ ذيك اسمه وضوء. قال: فأتيته بوضوئه وحاجته، أي بماء وضوئه وسائر ما يحتاجه من سواك نحوه. فقال لي: سل، أي اطلب ما تحتاجه بمقابلة خدمتك لي. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلب ايش تحب. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، أحسن دعوة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، أي تسأل غير ذلك، عندكش حاجة أخرى. فقال ربيعة: قلت هو ذاك، أي سؤال مرافقتك، لا أسألك غير ذلك. إذا رافق النبي صلى الله عليه وسلم حصل الدنيا كل شيء، الجنة وما فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. تحب تكون مرافقية، عاون نفسك باش تأخذ أسباب مرافقتي بالجنة، هي كثرة السجود، أي الشمرة للطاعة. ورواه الطبراني في الكبير ولفظه قال ربيعة بن كعب: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان ربي، حتى أمل أو تغلبني عيني فأنا. فقال لي صلى الله عليه وسلم يوما: يا ربيعة، سلني فأعطيك. فقلت: أنظرني حتى أنظر. وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله، أسألك أن تدعو الله لي أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ شكون لك قالك بدعوة هذه؟ قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة ثانية، وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أنا في حالة كل إذا تريد أن تكون مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم عليك بالطاعة، فما حد أدنى من الطاعة، مش بالتمني، مش بالمحبة المزيفة أن يحب رسول الله هو تارك صلاة لا يصوم لا يعمل حد شيء، لا يفقه بالسنة ولا أي شيء، لا. قال: تحب تكون رفيقي فأعني على نفسك بكثرة السجود. تفقده صلى الله عليه وسلم أصحابه. روى الترمذي وغيره عن هند بن أبي هالة، وفي حديث يصف النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه كان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس. الحديث كما سيأتي بتمامه إن شاء الله تعالى. اللي يغيب من الصحابة يسأل عليه النبي صلى الله عليه وسلم: وين؟ كيف حاله؟
والمعنى أنه كان يسأل عنهم حال غيبتهم عنهم لما يغيبوا. وروى أبو يعلى بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام سأل عنه، فإن كان غائبا دعاه، وإن كان شاهدا أي حاضرا في البلد زاره، وإن كان مريضا عاده. حفظه صلى الله عليه وسلم الود واحتفاظه بالعهد. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. أورد البخاري في صحيحه باب حسن العهد من الإيمان، ثم أسند إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت أي ماتت قبل أن تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، لما كنت أسمعه يذكرها أي يثني علي خيرا، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. وإن كان أي وإنه كان صلى الله عليه وسلم ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها، كان يذبح النبي صلى الله عليه وسلم الشاة ويهدي من اللحم إلى صاحبات سيدة خديجة، صاحباتها اللي كانت تحبهم سيدة خديجة مثل أحياء، يعطيهم من تلك الهدية من كلا الشاة، أي يهدي من لحم الشاة إلى صديقات خديجة وخليلاتها من النساء إكراما للسيدة خديجة رضي الله عنها وحفظ ودها وحسن عهد معها. وروى الحاكم والبيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف أنتم بعدنا؟ فقالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت: يا رسول الله، أتقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ قال: امرأة كبيرة وأنت تسأل فيها وتطول معها الكلام. فقال سيد عائشة قال: فقال يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. كانت معنا من أصدقاء سيدة خديجة، وتجينا وتطلع علينا وتطلع على سيدة خديجة، فأنا أكرمها بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يحسن العهد ويحفظ الودة. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي الطفيل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير، فأتته امرأة فبسط لها صلى الله عليه وسلم رداءه. قلت: من هذه؟ قيل: هذه أمه التي أرضعته، أي هي السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها. وروى أبو داود أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم من رضاعة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع على شق ثوبه من الجانب الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. هذا حفظ للود، ولمن هم عندهم علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل رضاعته وكفالته، وأن عندهم علاقة بسيدة خديجة اللي هي زوجته من أفضل زوجاته، فكان يكرم حتى أصدقاء سيدة خديجة، كل من عنده علاقة بسيدة خديجة النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويحبه. وهذا السنة أيضا، إذا كنت والدك ولا أمك متوفية وعندها صاحباتها تقعد تزور فيهم وتزورهم وتتكلمهم إلى آخره، هذا من ود الأبوين ومن بر الوالدين أيضا. صدقه للوعد صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صادق الوعد، يفي بوعده وإن شق ذلك عليه. روى أبو داود عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، وبقيت له بقية فوعدت أن آتيه بها في مكان فنسيت. توعدنا مش نتقابل مثلا أمام الكعبة، مش نعطيه المال، معناه إذا شريت ما عنده شيء أعطيته جزء من الثمن وبقي جزء، فقلت له: يا رسول الله، سأتيك مثلا بعد المغرب في أمام الكعبة مثلا ولا عند حجر سيدنا إسماعيل مثلا. قال: فنسيته، كنت على أساس اليوم، ثم أعطيته الصباح وقلت العشية نجيك. قال: فنسيت، ثم ذكرت بعد ثلاث أيام فجئت فإذا هو صلى الله عليه وسلم في مكانه. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد ينتظر فيه في المكان هذاك لأنه مستنى فيه مش يجيب له، تواعده ماذا وعده مش يكون غادي. فقال: يا فتى، لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: رك تعبني، قال: ثلاث أيام نستنى فيك في هذا المكان. تخيل واحد يقعد يستنى ثلاث أيام، واحد قال بجيب لك قضية، قال لك نتلاقاو في قدام بلدية مساك باش نجيب لك قضية، كمال الفلوس تبعتك، فهمت؟ الفلوس تبعك أنت، مشيت أنت قدام بلدية قعدت تستنى، قش استنى سنة ساعة نهيت، وبعد تقول هذا مش باش يجي، مشي نروح، ما
افترضوا فماش تليفونات تجب تاخذ تليفون تقول السنه افترضوا فماش تليفون تجب تقعد 3 ايام تستنى النبي صلى الله عليه وسلم قعد 3 ايام يستنى في هذا الرجل حتى ياتي بالمال بقيه المال له لانه وعده باش ياتي له بعد ثلاث إذا إذا أطلق ثلاثا فهي ثلاث أيام لأنه إذا كان ثلاث ساعات ثلاث ساعات لا تشق على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات فيقول لو شققت علي شقق علي معناه قعد مدة طويلة برشا ثلاث أيام زيارات الكريمة صلى الله عليه وسلم أصحابه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أصحابه ليكرمهم بذلك وليدخل السرور عليهم ولينفعهم بإرشاداته وتعاليمه فعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر زيارة الأنصار خاصة وعامة شكون عبد الله بن قيس الصحابي هذا اسمه الحقيقي عبد الله بن قيس لكن عنده كنية مشهور بها سيدنا موسى الأشعري رضي الله عنه قال فعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر زيارة الأنصار خاصة وعامة فكان إذا زار خاصة أتى الرجل في منزله وإذا زار عامة أتى المسجد وروى الترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويسلم على الصبيان ويمسح رؤوسهم وجاء في الأدب المفرد البخاري باب من زار قوما فأطعم عندهم ثم أسند إلى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما فلما خرج أي لما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضي حاله على بساط فصلى عليه ودعا له وإنما فعل ذلك ليتبرك بصلاته وبموضع صلاته وليتخذ المكان الذي صلى فيه مسجد البيت معروف الصحابة الكل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إذا صلي في مكان في بيتي يصلي في مكان ولا يصلي فيه فبركا بذلك المكان فكل مكان مر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو فيه بركة إلى الآن ولا شرك ولا شبهة شرك كما يقول الجهلة الذين لا يفقهون شيئا وعن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا إلى بني واقف نزور البصير رجل كان مكفوف البصر يسميه البصير مثلا في المغرب الأقصى في المغرب الأعمى يقولوش أعمى دين يسمى بصير مستحيل تسمع يقول أعمى بصير يقولك جاء البصير ويقول على بعض يقولك المؤمن جاء المؤمن يا المؤمنين تعالوا ويجي يقولوا يا المؤمنين شكون جاء مؤمن واحد مؤمن يجي راجل يقول جاء راجل جاء راجل جاء مؤمن جاء مؤمن يا المؤمنين أنا فعندهم ما شاء الله أنا كلمات طيبة جدا والأعمى يقولوا بصير هم يقول أعمى معروف عندهم بصير في يساوي أعمى مع فاقد البصر وروى الإمام أحمد في المسند عن قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله قال فرد سعد خفيا رد بصوت منخفض وعند أبي داود بعد أن رد سعد خفيا قال قيس قلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد ذرهم حتى يكثر علينا من السلام فقال صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله أي ثانيا فرد سعد خفيا ثم قال صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله أي ثالثا فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد فقال يا رسول الله قد كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام قال فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذهب مع سعد لمنزله فأمر له سعد بغسل أي ماء يغتسل تبردا فوضع فاغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ناوله سعد أو قال ناولوه ملحفة مصبوغة بزعفران وورس فاشتمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ويقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة قال ثم أصاب من الطعام فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصراف قرب إليه سعد حمارا قد وطأ عليه بقطيفة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب فأبيت فقال إما أن تركب وإما أن تنصرف أي ترجع منزلك قال قيس فانصرفت ما حبش يركب النبي صلى الله عليه وسلم يمشي قال انصرف وفي رواية ابن المنده
فأرسل سعد بن قيس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرد الحمار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: احمله، أي يحمل قيسا بين يدي، أي أمامي على الدابة. الركب هذا قيس مش وصلني، ركبه قدامي عشان كبني وراه ونمشي مع بعض يروح بيه. فقال سعد: سبحان الله، أتحمله بين يديك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، هو أحق بصدر حماره. فقال سعد: هو لك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: احمله إذن خلفي. فانظر إلى كمال لطفي وحسن معاشرته ورعايته الحقوق وإعطائه كل ذي حق حقه صلى الله عليه وسلم. معناها هنا سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه استضاف النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحضر الباب سلم، فرد عليه لكن بشوية صوت غير مسموع، رد هو. فبحثاه سيدنا قيس الخادم تاعو، قالوا علاش ما يتكلم ما ترديش بلو برشا؟ قال: نحب نسمع ويسلم علينا ثلاثة مرات، نحب نسمع السلام النبي صلى الله عليه وسلم علينا، السلام النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة بالطبيعة. فتعمد أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم يسلم ثلاثة مرات، الاستئذان ثلاثة مرات. قال: فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف خرجنا. قالوا: يا رسول الله، راني كنت نتسلم ونرد عليك، راه مش ما رديتش، راني رديت لكن حبيت تسلم علي ثلاثة مرات. ثم مدلوا طعام وعطاه باش يتبرد ويغتسل إلى آخره. فلما بعد مش يخرج كلف الخادم نتاعو، قالوا برمشي وصلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الخادم: اركب الحمار. قالوا: لا، بمعنى اركب قدامي ونركب وراء. قالوا: لا، اركبش أمامك أصلا. فبعد ذلك سيدنا سعد قال: هو لك، أهديته لك هذا الخادم. فقالوا: ما اركب خلفي، مادام ولد تابعني اركب خلفي. فركب وراءه وأنا ذهب معه صلى الله عليه وسلم على الحمار حتى معناه يرجع إلى منزله. فالصحابة يلقوا فرصة باش يستفادوا من النبي صلى الله عليه وسلم يضيعوهاش. الصحابي لقى فرصة حتى يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها. الصحابي الآخر لما حمل النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف، وقت اللي عرف النبي صلى الله عليه وسلم قعد ما حبش ما سيبش روحه، قعد باقي لسق روح النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو اللي لسق. فلذلك هؤلاء يعرفون من هو النبي صلى الله عليه وسلم وقيمته الحسية والمعنوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بركة حسا ومعنى، جسده كله بركة وهدي كله بركة، فكله صلى الله عليه وسلم بركة كله. لذلك لا نترك الفرصة ولا نضيع أي فرصة لتبرك بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما فعل الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو. ثم قال: زياراته صلى الله عليه وسلم لضعفاء المسلمين عامة ولأهل الصفة خاصة. هذا إن شاء الله نتركه للحصة القادمة بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.